سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديدة. كما شفتوا في العنوان، حنا نحضروا اليوم تحلية تجي بزاف بنينة وسهلة التحضير. هاد التحلية تكون بدون فرن، بدون بيض وبدون جيلات. الو، في الطبقة الاولى واش حين نحتاجو؟ حين نحتاجو 80 غرام من الزبدة اللي راح نذوبوها، ونحتاجو 200 غرام من الزبدة. دونك هنا انا خديت وعاء، راح نحط هنا البسكويت تاعي. انا هنا البسكويت تاعي بيسك لو غاتو هذا جاي شوكولا، دونك خديتو بذوق الشوكولا، وراح نزيد له كمية الزبدة اللي كنت انا ديجا ذوبتها. وكما راكم تشوفوا الزيت مغرف، وباقي نحاول ندخل هذيك الزبده تاعي كامل في لو بيسكوي حتى يعود كشغل مرمل، ما تعود عندكم اون باز تجي مرمله. ومن بعد هنا هزيت امول يجي محلول من تحت، وحطيت لو بيسكوي تاعي. راكم تشوفوا راني نستعمل في لو دو تاع لا كويير تاعي باش نيطالي مليح هذاك البسكوي تاعي. وهنا نكونو كملنا الطبقه الاولى. دونك كي تخلصوا تحطوا الصحن تاعكم ولا لو مول تاعكم تحطوه في الفريجيدار، ما بيزمان نحضروا الطبقه الثانيه كيف كيف. فيما يخص الطبقه الثانيه، نحتاجو 600 مليلتر من الحليب، نحتاجو ملعقه كبيره من الكاكاو ماشي الكحل اللي يجي بني، نحتاجو ملعقتين من النشاء، نحتاجو 3 ملاعق من السكر، وللبنه راح نزيد 3 كاريات تاع الشوكولا. قلت لكم هذه اختياريه، يعني غير باش تزيدوا البنه. عندي هنا 2 ساشي دو فلان دو بريفيرونس يكونوا شوكولا، انا هنا ما كانوش عندي تاع الشوكولا، استعملت الكراميل. وعندي هنا ان بو دو كريم ديسير، ما كانش عندي يعني لو بو تاع كريم ديسير يعني بور، استعملت هذيك بنينه اللي تجي نص فاني نص شوكولا. دونك هنا حناخد اون كاسرول، حطيت فيها الحليب، زدت فيها الفلان. انا قلت لكم هنا الفلان نسيت، ما توليتش بلي راهو فلان كراميل. دونك زدت السكر، المايزينا والكاكاو. حناخد ان فوي ونبقى نحاول اني نذوب كامل المكونات قبل ما نحطهم فوق النار. وفوق النار نبقى نحرك. البنات ما تحبسوش التحريك باش ما يديرولكمش لي غرومو. وكما راكم تشوفوا هنا انا الكريمه تاعي هذه ولا الطبقه الثانيه بدات تعقد. دونك هنا حنطفي النار ونزيد المكونين اللي بقاو، اللي هما الشوكولا غير 3 كاريات، ولا قلت لكم هذه حاجه اختياريه باش تزيدوا البنه، ولو بو تاع لا كريم ديسير. ونزيد نكمل نحرك مليح حتى يدخلوا هاد المكونين في زوج. ونفرغ الطبقة الثانية تاعي على الطبقة الأولى، وبلا ما ندخلوه الفريجيدار راح نمر نحضر معاكم ديراكتومون الطبقة الثالثة. في الطبقة الثالثة واش نحتاجو؟ نحتاجو طابلة تاع شيكولا، نحيت منها ديجا 3 حبات اللي درتهم في الطبقة الثانية، وحنزيد لهم كمية من الحليب. دونك نحطهم فوق النار تذوب شوية هذيك الشيكولا تاعي، يعني ماشي حطيتها في حمام مريم، ديراكتومون حطيت لاكاسرول فوق النار. وهنا هذه اضافه حنزيد لها كميه من المكسرات. البنات حطوا المكسرات اللي تحبوا، انا هنا عندي دي زاموند افيلي، حنحط دي زاموند افيلي. وانتم حطوا واش عندكم، اللي عندها الكاوكاو، اللي عندها اللوز، اللي عندها الجوز، واللي ما عندهاش ما ديرش. علاه نزيدوا هذوك المكسرات؟ جوست باش يكون تكون هذيك لاكوش اللي من الفوق تكون شويه هكا حرشه، مي سينو اللي ما عندهاش يعني هذه حاجه لازمه. خلصنا الكاطو، ندخلوه للثلاجه لمده على الاقل 4 ساعات، وما كي يوجد نديموليوه ونشوفوا النتيجه النهائيه مع بعض. نتمنى يا ربي لا فيديو تاع اليوم كانت عجبتكم، ونتمنى تاني تجربوها. دونك نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.